إيطاليا، وأستعرض على حضارتكم حصيلة هذه المجهودات على مستوى هذه المنطقة الإقليمية انطلاقاً من 15 مايو من السنة المنصرمة إلى غاية 15 مايو من السنة الجارية. الموقوفون في حالة تلبس بجناية أو جناح 17,034 شخصاً، المبحوث عنهم والموقوفون 5,786 شخصاً. بالنسبة للمحجوزات والعائدات الإجرامية، مخدر الشراء ما يناهز 106 كيلوغرام من مخدر الشراء 478 غرام، الكيف وطابع حوالي 214 كيلوغراما و457 غراما، أقراص الهلوسة أو المؤثرات العقلية 103,525 قرصا، الكوكايين 12 كيلوغرام و656 غراما، الهيروين حوالي 860 غراما، الخمور المهربة 26,749 وحدة مختلفة الأنواع، السيارات المزورة أو في وضعية غير قانونية 250 سيارة، الهواتف المحمولة 493 نقالة، الأسلحة البيضاء 497 مختلفة الأحجام، الزوارق المطاطية 38 زورقا، المحركات الخاصة بالزوارق 32 محركا. هذا وقد جاء تفكيك عدد مهم من الشبكات الإجرامية خاصة التي تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، الاتجار في الأقراص الهلوسة والمؤثرات العقلية، وفي مجال الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة الغير مشروعة بناء على معلومات دقيقة دأبت على توفيرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. إن الحضور الدائم والمكثف بالشارع العام عبر التوزيع العقلاني للدوريات الأمنية ونقاط المراقبة، فضلاً عن توطيد الجانب الزجري الذي يرتكز على مختلف مظاهر المنحرفة والقطع مع كل الممارسات السلبية التي تمس الشعور العام بالأمن، مكن في مجال السلامة المرورية خلال الفترة ما بين 15 مايو المنصرم إلى غاية 15 من السنة الجارية من تحرير 25,693 مخالفة مرورية في حق المخالفين لقانون السير، كما تم إيداع 4,146 عرارة تتنوع ما بين سيارات ودراجات نارية للمحجز البلدي. وهذا يعكس بالمجهودات والاهتمام الذي توليه هذه المنطقة الأمنية تطبيقا للتعليمات المديرية والولائية لفرض احترام وتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرقات. أما في مجال التحسيس بالأوساط المدرسية فهي معالجة وقائية تراهن على تحصين الأطفال من الجنوح والانحراف من خلال عمليات التحسيس بالوسط المدرسي يؤطرها عمداء ضباط ومفتشون للشرطة تتوفر فيهم مؤهلات علمية ومعرفية متميزة. وقد استطاعت هذه الحملة التحسيسية المتواصلة حالياً من زيارة 80 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2018-2019 والتواصل مع ما مجموعه 9,944 تلميذاً لتشمل عدداً مهماً من المواضيع ذات رهينية مرتبطة بالسلوك، القيم والقانون. السيد العامل، الحضور الكريم، لا يفوت رئاسة هذه المنطقة الأمنية في هذه اللحظة المتميزة والمميزة أن تغتنم الفرصة وتجدد الشكر الموصول والعرفان للسلطات المحلية وعلى رأسهم السيد عامل إقليم النضوة، كما وجب الشكر الجزيل لجهاز النيابة العامة والسلطات القضائية على الإشراف الدائم والمستمر لعمل الضابطة القضائية، كما نجدد الشكر لمصالح الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية لنجاعة التواصل المستمر كما هو الحال مع الهيئات المنظمة وفعاليات المجتمع المدني، وعياً بالدور الذي تساهم به في تثبيت دعائم وركائز الأمن وتطبيق المنظومة القانونية في إطار العلاقات المتميزة المبنية على الاحترام المتبادل خدمة للصالح العام. وفي الأخير يطيب لهذه المنطقة الإقليمية لأمن أن تجدد لضيوفها الكرام الشكر والثناء، ويسعدها أيضاً أن تتصادف ذكرى تأسيسها هذه السنة مع هذه الأيام المباركة، مبتهلة إلى الله عز وجل أن يحفظ مولانا الأمير المؤمنين بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عين جلالته الكريمة بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولى الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة خديجة، وشد أزره بسنوه السعيد.